السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل فيديوهاتنا عن الحديث عن البلوتينج. وخلينا نتكلم دلوقتي، لو انا عندي كذا رسمة، عندي multiple بلوتس، هعمل فيهم ايه؟ يعني انا المفروض ارسم ساين وكوساين وعاوز الاتنين يكونوا على نفس الرسمة. كل المطلوب مني ان انا في امر اسمه hold on. الامر ده بيساعدني ان انا ممكن على نفس الرسمة احط اتنين، يعني حط الساين وحط الكوساين، تمام؟ طب اعملها ازاي؟ لو رجعنا كنا احنا اخر حاجة بنتكلم عليها ان احنا رسمنا، قلنا الاكس بتساوي، لو عملنا سي ال سي وعملنا كلير، اخر حاجة قلناها ان اكس بتساوي ايه؟ من صفر بستيب واحد من مية لاتنين باي. وبعد كده قلنا ان الواي بتساوي ساين اكس، وعاوز اقول هنا ان الزد بتساوي كوساين اكس، تمام؟ انا عاوز ارسم الكلام ده بقى، ارسم الرسمتين على بعض. انا ما عنديش مشكلة ان انا اقول دلوقتي بلوت اكس وواي، واختار مثلا برضو لو عاوز الكلر ريد مثلا ما بين كوتيشن، ولو عاوز اغير شكل اللاين بحط جنب الحرف الحاجة اللي انا عاوز اغيرها. لو عملت كده اللي هيحصل ان انا عندي رسمة الساين هتبقى بالريد. لا، انا عاوز ارسم الكوساين برضو. فكل اللي انا بعمله ان اقول hold on، يعني خلي نفس الفيجر، وارجع دلوقتي اقول له بقى بلوت بدل اكس وواي، لا اكس وزد، ما زد احنا قلنا ان هي ايه؟ كوساين اكس. تعال نشوف اللي حصل. بدأ يرسم لي نفس الرسمتين على بعض زي ما انا طلبت. يبقى امر هولد اون بيرسم لي، كل ما اقول هولد اون واقول بلوت يثبت نفس الفيجر ويرسم الرسمة الجديدة على نفس الفيجر. كل ما اقول له هولد اون وارسم رسمة تانية هيرسم لي الرسمة الجديدة على نفس الفيجر. يبقى ميزة هولد اون ان انا ممكن ابلوت كذا فيجر على نفس الرسمة. بس خد بالك لازم تقول هولد اون في كل مرة عشان يبدأ يثبت نفس الفيجر ويبدأ يحط لك الرسومات على بعض. لو عاوز تفك الموضوع ده هتقول له هولد ايه؟ هولد اوف. خلاص الرسمة اللي جاية لو انا قلت له بلوت دلوقتي هيروح ماسح الايه؟ هيروح ماسح القديم اهو، هيمسح القديم ونبدأ من اول ايه؟ من اول وجديد. دي طريقة. في طريقة تانية، دي بيقول لك اهو اللي بيحصل، ان انا ممكن ارسم رسمتين في نفس امر البلوت بتاعي، وانا شايفها افضل. دي انا بحبذها ودي اللي انا بشتغل بيها. انا اقول اكس بتساوي نفس الستيب اللي انا هنمشي بيها، وواي بتساوي ساين اكس وزد بتساوي كوساين اكس. ممكن في امر البلوت اقول له اكس وواي واكس وزد. ما انا انا بكتب، لو انا عاوز ارسم الساين وعاوز ارسم الكوساين بكتب امرين بلوت، واحد اكس وواي واحد ايه؟ واحد اكس وزد. فكل اللي انا بعمله ان انا بعمل ايه؟ بحط كله في امر واحد، بحط كله في امر واحد. ودلوقتي ايه؟ ممكن نعمل جريد عن طريق ان انا اقول له ايه؟ جريد اون، ارسم لي جريد على الرسمه بتاعتي. يبقى لو رجعت تاني هنقفل الفيجر ده خلاص. تعال نجرب سي ال سي. احنا قلنا الاكس بتساوي خلاص، وقلنا الواي بتساوي ساين، وقلنا الزد بتساوي كوساين. خد بالك انا كل اللي انا بعمله انا بضغط على الحرف وادوس سهم لفوق على الكيبورد يجيب لي اخر حاجه كنت مسميها للاكس والواي والزد. يعني بحط اكس واطلع بسهم لفوق يجيب لي ايه؟ انا كنت مسمي الاكس ايه اخر حاجه. انا عاوز اكتب بقى بلوت دلوقتي اكس وواي واكس وزد. ليه انا قررت الاكس؟ لان الاكس ده التايم بتاعي اللي انا برسم بيه، او محور اكس ثابت. مين اللي بتغير في كل دول؟ هو الواي، مره هيبقى ساين والزد مره هتكون ايه؟ كوساين. ايه اللي بيحصل ده؟ فعلا رسم لي رسمتين على نفس الخط، وهو غير لي الالوان. يعني انا مش محتاج اغير الالوان لانه اوريدي هو فاهم ان هما رسمتين وغير لي الالوان بتاعته. وده ما يمنعش ان انا ممكن اعرف اغير اللون برضه بنفس الطريقه. لو انا قلت دلوقتي هولد اون جريد اون تلاقي الرسم عمل لي ايه؟ رسمها لي في شكل جريد. طب تعالى كده نحاول نغير الالوان. اخلي اخر حاجه دي ما بين كوتيشن
سيان مثلا، غير لي الالوان عادي جدا. كل البروبرتيز اللي انت كنت بتحطها بورا اكس وواي ممكن تحط هنا برضو. ايه عاوز يلو مثلا، اكس واي وما بين كوتيشن هنا ايه يلو كوم. يبقى البروبرتيز اللي انت كنت بتحطها للرسمه الاولانيه هتحطها للرسمه الاولانيه بعد، اكنك عملت امرين بلوت، بلوت لاول ثلاثه دول وبعد كده بلوت لتاني ثلاثه، هو بيفهم الامر المتكرر عادي جدا مفيش مشكله. ده بالنسبه لايه، لان انا ارسم كذا رسمه ايه مع بعض. خلاص الحاجه التاني اللي هناخدها دلوقتي، لو انا عاوز بقى ايه اعرف محور اكس واعرف محور واي واحط تايتل للموضوع، فانا عندي امر اسمه اكس اكس ليبل، يعني عرف لي محور اكس، وفي واي ليبل عرف لي محور واي، وفي تايتل، وفي كل حاجه من دول بتكتب الحاجه اللي انت عاوز تكتبها ما بين ايه ما بين كوتيشن. يبقى انا لو رجعت، تعال نرسم رسمه واحده دلوقتي، انا هرجع ارسم بس ايه الساين مثلا اهو، بعد كده اقول له اكس ليبل، افتح قوسين واكتب ما بين كوتيشن ده التايم. تعال بص على الرسمه كده، فعلا كتب لي تحت الايه التايم، وممكن تكتب له التايم بالسكند كمان، ما بين قوسين سكند اهو. ارجع تمام، بعد كده هتقول له واي ليبل ما بين قوسين ساين، انا برسم ايه ما بين كوتيشن كده، برسم الساين، الساين كدالة، ممكن تقول له ايه ساين اكس مثلا، اي حاجة whatever الليبل بتاعك يعني. ترجع فعلا كتب لك ساين، وفي تايتل في الاخر، تايتل تفتح قوس تكتب ايه دروينج مثلا whatever ايه، زي ما قلت لك انت بيبقى عندك حسب الرسمة بتاعتك تحط اهو. حط لي الاكس ليبل وحط لي الواي ليبل وحط لي الايه، ولو عاوز اعمل جريد اون ادي جريد اون اهي كمان، هتلاقيه حط لك جريد تمام. يبقى انا اللي انا فهمته المره دي ان انا ممكن ارسم كذا رسمه، ان انا ممكن احط الليبل بتاعتي على الاكس والواي والتايتل. في حاجات تاني برضو، لو انا عاوز احط ليجند بقى، بس ليجند دي انا محتاجها لما يكون عندي مالتيبل ايه مالتيبل دروينج، يعني انا ما عنديش رسمه واحده. تعال نرجع للرسمه بتاعت الكوساين والكوساين اهي، طبعا هو مسح لي كل حاجه. ليه؟ لان انا ما قلتش هولد اون، دي نقطه. تاني حاجه ان انا رسمت رسمه جديده، يعني انا غيرت كل القديم ورسمت رسمه جديده، عشان كده لما نيجي ناخد البروجرامنج قدام الكلام ده هنحطه في ام فايل عشان اعمل له ران يرجع لي كل ده، مش هفضل اكتب من اول وجديد اكس ليبل واي ليبل وليجندز وجريد اون وتايتل، لا انا هحط ام فايل مهما عد الوجع من ران يطلع لي كل اللي انا كنت عامله، مش بمجرد لما اعمل بلوت جديد مسح لي كل القديم ارجع انفذ الاوامر دي مره تانية. فالميزه اللي احنا بناخدها دلوقتي ان احنا بناخد كل فيديو ناخد طريقه وبناخد فكره، لكن في الاخر احنا هنجمع الكلام ده كله ايه مع بعض. انا لو كتبت هنا ليجند ما بين قوسين عندي ايه الامر، ليه طريقه للكتابه، ثواني معلش، بفتح قوسين واكتب ايه اول داله كوما تاني داله، هيبقى اول داله اللي هي ساين اكس، بعد كده كوما كوساين اكس. تعال نشوف كده، فعلا حط لي الليجند بتاعي، قال لي الخط اللي لونه اصفر ده الساين والخط اللي لونه سيان ده الايه ده الكوساين.
يبقى انا ممكن احط ليجند بحيث ان انا اعرف الخطوط بتاعتي ان انا عندي كذا رسمه هنا. مش هينفع تقول ان الواي ده مرسوم ساين وكوساين، انا ممكن احط ليجند هنا يقول انا راسم ايه. انا ممكن اقول له ايه الرسمه دي للدوال المثلثيه، واجي في الليجند اقول له دي داله كذا ودي داله كذا. لحد دلوقتي احنا قاعدين ناخد في اوامر. الفيديو اللي جاي ان شاء الله هوريك ان ازاي من الفيجر الويندو بتاعت الفيجر اللي قدامك ممكن تغير كل اللي احنا قلناه ده، وممكن تكتب كل اللي احنا قلناه. انت بس تعمل بلوت، ومش محتاج بقى تقول اكس ليبل واي ليبل تايتل جريد ليجند. الحاجات دي كلها هناخدها المره الجايه في الفيديو القادم. هنفتح فيجر كده واوريك ازاي تظبط منه كل حاجه من غير ما تفضل تكتب اوامر. بس كان لازم ان انا اديك الاوامر بحيث لما تيجي لسه بتتعلم ماتلاب تبقى فاهم الكلام ده، ان الكلام ده موجود جوه الماتلاب. ان شاء الله اشوفكم في الفيديو القادم، واتمنى يكون في استفاده في الكورس بتاعنا وفي المعلومات اللي بنديها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.